اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، والسلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين نار حيدري. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتو يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلموني ما يعلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم، أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم، إنه مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيه ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل ما اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبالها وبنوها. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي اتاذن لي ان اعبد الى الارض لاكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد اذنت لك. فعبد الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك وعزتي والجلال اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحباتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبين الله بسم الله الرحمن الرحيم قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا ما الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبينا. صلوات اللهم صل على محمد وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذا الله فرزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى وابناهما والفاطمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكر ورزق طوعا وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. رب العزة واسطة محمد وآل محمد عزة عظمتا شہداء کربلا دی شہادت واسطے باب الوائد عظمت واسطے کل مومنین مومنات پریشان دور فرما کل مومنین مومنات امام بارگاہ مسجد و مقامات مقدسہ کو اپنی زمان رکھ سرکار زمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما شیعان حیدر قرار کو اولیت و اکثریت عطا فرما
رب عزم جلال واسطہ محمد والے محمد عزت عظمت دا بانی مجلس دا سب اہتمام پوری وچھائی مولا مومنین صدا دٹور اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے مولا بانیان دے توفیق عطا فرماوے مولا انہاں دے گھراں جو بیمار ہیں مولا بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے رب العزت واسطہ محمد والے محمد عزت عظمت مولا بانیان دے بچیاں دی زندگی دراز کرے مولا انہاں دے مراد مند کرے صدقہ چار دا معصومین دا آج زیارت توفیق عطا فرماوے دشمن دا وار خطا رکھے رب العزت جو مومنین مومنات حاضر ہیں جو غیر حاضر مولا سب دے شرعی حجات پورے فرماوے جو حج و زیارات دی خواہش رکھتے ہیں مولا سب کو نگنہ گار سمیت میرے بہن بھرا سمیت مولا سب کو زیارات مشرف فرماوے رب العزت خدا بخش دی آخدہ آپریشن جو ملنے اور مولا کو صحت و تندرستی عطا فرماوے خیر خیریت نال آپریشن تھی گئے رب العزت واسطہ محمد والے محمد عزت عظمت دا جو مومنی مومنات بے گناہ قیدی قید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دین حق قید صدقہ سید الساجدین دے رات رہن دے صدقہ سین مسومہ دین حق قید صدقہ مولا قید ہم قید رہے نصیب فرمائے صدقہ رب العزت واسطہ محمد والے محمد عزت عظمت شہدہ کربلا دی شہد وستے باب الہوائی دی عظمت وستے ایسا گناہ گران دی کلیل عبادت مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے مولا سین سبینہ دی ویر مولا صغیر خالی جھولے دے صدقہ جو بے اولاد مولا صاحب اولاد کرے رب العزت واسطہ محمد والے محمد عزت جائے جائے میرے ذمہ دعاؤں والے مولانا دی دعاؤں کو مستجاب فرماوے مرحوم حسین حسین کریں دے اٹھو علی علی کریں دے ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج والے محمد نعرہ حیدری